النسخة الثانية من ملتقى تمور الوادي تنطلق فعاليتها بمحافظة الوادي الجديد، حيث بدأت الفعاليات بعرض لملكات جمال التمور بأزياء مختلفة تمثل مختلف دول العالم. طبعا نشكر فخامة رئيس الجمهورية على مبادرته العظيمة في زراعة 2.5 مليون شجرة سنة 2016، واللي بدأت المحافظة بالفعل في عمل هذا الإنجاز الكبير ووصلت لأكثر من 1 مليون شجرة في الزراعات. اسمح لي أسمن التعاون الكبير اللي بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة التضامن والمحافظات وعلى رأسها الوادي الجديد في كل ما يتم من زراعات على أرضها. مصر بتتميز بالإنتاج التمور، احنا نعتبر زي ما انت قلت كده الاول على مستوى العالم، احنا بننتج 1.8 مليون طن. محافظة الوادي الجديد يمكن رقم مؤثر في الانتاجية، بتحتل رأي نسبة 15% من انتاج على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس. يعني موضوع التمور والنخيل وصناعة التمور، ان في الدولة متجهة نحو تدعيم هذا النشاط. عمل متكامل في فترة حرجة بتمر بها البلاد اقتصاديا، بيتجلى أمل قوي جدا وفرص واعدة في محافظة من أكبر المحافظات في مصر من ناحية السعة، وفي كثافة أقلها، وفي أرض خصبة، وفي إنتاج زراعي وحيواني واعد جدا. عقب ذلك توجه الوزراء والمحافظون والسفراء إلى أرض المهرجان لتفقد أجنحة المعرض التي شملت كافة مراحل صناعة التمور بالإضافة إلى كافة الصناعات المرتبطة بالتمور. توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نزرع 2.5 مليون نخله، بالاضافه ل 2.5 مليون نخله اللي موجودين عندنا بيبقى نوصل ل 5 مليون. طب احنا هننتج 5 مليون نخله، بدانا بالتعاون بامانه مع جائزه خليفه في دوله مصر الشقيقه ان احنا نعمل معارض تسويقيه في سيوه وفي اسوان، فقلنا نعمل معرض مصري خالص في الوادي الجديد. فكان توجيهات السيد الرئيس تحت رعايه سيادته بالتعاون مع كل العرض، نستفيد من هذه المعارض في التسويق والترويج والاستثمار، بيعود بالنفع على كل اهالينا، كل منتجي البلح وكل المصانع سواء التغليف او التعبئه، فكل طبعا ده حاجه يعني بتعود بالنفع العام. فاحنا سعداء وان شاء الله بنهني كل اهالينا في الوادي الجديد ونكون سنه طيبين في كل عيد قومي اليوم ان شاء الله. ويمتلك الوادي الجديد نحو 3 ملايين نخله، ومزمع زيادتها الى 5 ملايين خلال السنوات القادمه، كما ان المحافظه تنتج اكثر من 120,000 طن سنويا. إذن هي فرصة للقاء كافة القائمين على صناعة التمور والتواصل معهم بشكل مباشر من خلال عقد تلك الملتقيات والمهرجانات لتعظيم تلك الصناعة واستخدام أفضل السبل التكنولوجية الحديثة وعقد الصفقات ما بين المنتجين والمصنعين والمصدرين. من محافظة الوادي الجديد أشرف مبارك، النيل.